بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. النهاردة الصبح وأنا جاي لأصور واحد قابلني بيقول لي أنت تخصصك غريب عليا. قلت له ليه؟ ده أنا والله راجل طيب يعني. قال لي يعني إيه حالات حرجة؟ يعني بقرأ إن أنت فلان أستاذ طب الحالات الحرجة، يعني إيه حالات حرجة؟ أنا مش فاهم الكلمة دي يعني. فقلت طب كويس جدا، عشان عندي حاجتين عايز أقولهم. يعني إيه حالات حرجة؟ ومن الذي أنشأ طب الحالات الحرجة في مصر؟ دول الاتنين اللي أنا هركز عليهم. زمان في مصر كانت العنايات المركزة وحدات خدمية. العنايات المركزة في مصر كانت وحدة خدمية، مكان فيه 5 6 سراير يتحط لهم مونيتورز اللي فوق السراير وأكسجين. من يدير هذه الأماكن قد يكون أستاذ تخدير وأداروها بكفاءة شديدة جدا، قد يكون واحد قلب، بطنة، أي حد. بصوا بقى اللي كان بيحصل. العيان كح، أطلب له دكتور صدر، لأن أنا كإدارة أنا أستاذ تخدير، وكح عنده مشكلة في الرئة أنا معرفهاش، مش تخصصي. طب بطنه وجعته، أشوف له واحد بتاع أمراض بطنة كويس. طب عينيه صفرت، أشوف له دكتور كبد. طب قلبه رفرف وعمل غلط، اجيب له دكتور قلب. كانت بتنتهي القصة ان 10 دكاترة بيعالجوا واحد. ايام ما كانت العنايات المركزة وحدات خدمية يديرها واحد، لكن لما العين يتعب بتخصص يجيبوا له التخصص ده من بره. تمام؟ فطبعا لو كل دكتور كتب 5 ادوية بس في 10 دكاترة، دي 50 دواء. وبعدين مفيش حاجة في الدنيا كده يا اخوانا خالص، مفيش حاجة في الدنيا كده. إلى أن ربنا يديله الصحة والعمر والسعادة، هو أبو الحالات الحرجة في مصر، الأستاذ دكتور محمد شريف مختار، هو اللي جاب الحالات الحرجة من أمريكا إلى مصر. سافر أمريكا وشاف إن ده تخصص قائم بذاته، فلما جه عمل اجراءات. قضى اقول لكم ايه، مش نص عمره، قضى عمره الى الان في انشاء هذا القسم. القسم ده ما شاء الله بقاله 28 سنة، بقاله 28 سنة. انا كنت استاذ امراض بطن واعجبت جدا بالفكرة، فحطيت ايدي في ايده، بس هو الفضل لله ثم له، الفضل لله ثم له، هو لوحده راح قبل العميد قال له في تخصص كده. طبعا يعني الدنيا قامت وما قعدتش. الحالات الحرجة هو التخصص الذي يتعامل مع اي عضو في حالته الحرجة. مثال واحد عنده فشل كلوي مزمن، مش شغلتي، مش حالات حرجة، ده هيروح لاستاذ كلى يعالجه. لكن واحد عنده فشل كلوي حاد، امبارح كان كويس، النهارده كلى بطلت تشتغل، شغلتي. واحد عنده ضيق في الصمام المترالي وعايش بيه، مش شغلتي. لكن واحد عنده جلطه في القلب، شغلتي، لانها حاله حرجه. الرئه، واحد عنده حساسيه صدريه، مش شغلتي. لكن واحد عنده فشل تنفسي. اذا الحالات الحرجه هو التخصص الذي يتعامل مع كل عضو في الجسم في حالته الحرجة. الكبد في حالته الحرجة، الكلى في حالتها الحرجة، المخ في حالته الحرجة، القلب في حالته الحرجة. أي عضو يصاب بحالة حرجة يعني حاجة عاجلة عايز ألحقه، فهو ده التخصص. دلوقتي مفيش عناية مركزة في مصر إلا في أولادنا، مفيش اللي فيها. كان زمان العنايه المركزه تشكيله، اي تخصص يجي ويشوف ويمشي، كانش العيان له واحد مسؤول عنه. دلوقتي في هذا التخصص بيدي ماجستير
عندنا اكتر من 400 واحد حصلوا على الماجستير وبيدي دكتوراه، اكتر من 150 واحد واخدين دكتوراه طب حالات حرب. الفضل لله ثم لمحمد شريف مختار، ربنا يديله الصحه لان هو اللي عمل هذا التخصص. انا كنت معاه ايام ما قابل العميد قال له ده انت تعمل لي ثوره. كان العميد رحمه الله عليه الدكتور خيري سمره، قال له ده انت تعمل لي ثوره يا شريف في الـ في في, الـ في الكليه. طب والناس اللي بتشتغل في عنايات مركزه دول؟ قال له ثوره ثوره بس الصح يمشي. ومشي. عشان كده درس لكل واحد بيبتدي حياته، لو انت ماشي صح ربنا هيحط ايده في ايدك، لو انت ماشي صح ربنا هيحط ايده في ايدك ولازم يكتب لك النجاح. تحيه من قلبي في هذه الايام المبروكه المباركه، ودعاء من قلبي لهذا الرجل العظيم اللي هو انشا طب الحالات الحرجه في مصر، واحنا كلنا كنا وراه. انا كنت تاني واحد، يعني هو كان رقم واحد انا كنت رقم اتنين، هو خد رئاسه القسم انا خدت رئاسه القسم عادي. دلوقتي احنا بنتكلم في رئيس قسم رقم 12، تخيلوا بنتكلم في رئيس قسم رقم 12 اللي هو جه من ايام. فهذا التخصص تخصص مهم جدا جدا، وانت تخيل ان انت عيان 10 بيعالجوه ولا واحد فاهم حالته كويس. هي كلمة عناية مركزة قديمة، لكن دلوقتي قسم طب الحالات الحرجة قسم اكاديمي، يعني القرار الوزاري اللي طلع اياميها ما احنا لازم نشتغل بقرار وزاري، يضاف الى تخصصات كلية الطب تخصص جديد بمسمى طب الحالات الحرجة. احنا عندنا امراض بطنه وجراحه ونساء واطفال وتخدير وجلديه وتناسلي، عندنا تخصصات اضيف لها هذا التخصص من اكثر من 28 سنه. ده مقدمه كده طبعا، يعني سامحوني ان انا بقول هذا الكلام، قد في ناس ما تهمهاش الكلام ده بس ده يهمني جدا جدا. يعطي كل ذي حق حقه. ده بالنسبة للحالة الحرجة. في أسئلة كتيرة جدا جدا جدا، يعني ما شاء الله البرنامج بيجي له أكتر من 1000 سؤال، فإحنا بناخد أسئلة اللي نقدر نجاوب عليها. سمر عواد، سمر عواد بتسأل أنا عندي صداع نصفي من 10 سنين، عملت أشعات مقطعية مفيش حاجة، قالوا عيب في الجيوب الأنفية، عملت أشعات مفيش حاجة، لابسه نظاره، باخد كل ساعه مسكن، مش قادر اصوم خالص، يا رب يكون في حل. انا ام محمد وعندي ضغط عالي. بص يا ام محمد بقى ولا يا سمر عواد، الاسمين اللي جايين انت دخلتي الامور في بعضها خالص خالص خالص. اسباب الصداع كثيره جدا، لكن انت قلتي كلمه ازاي دي تفوت، يعني الكلمة اللي لازم نقف عندها كلمة أنا عندي ضغط عالي. ألا يمكن أن يكون هذا الصداع لأن ضغط مش مظبوط؟ أنت أي نعم، على فكرة في ناس كتير جدا جدا فاكرة أخبار خد قرص الضغط المشكلة اتحلت. لا إطلاقا. خدت دواء ضغط عشان ضغطي يبقى 120/80، مش عشان أخد دواء ضغط وخلاص. انا رحت للدكتور ضغطي 160/110 وتشخصت ضغط وكتب لي دواء. علاج الضغط في عنوان الناس مش فاهماه، المحاوله والخطا، المحاوله والخطا. هديك دواء جسم ما ينفعش، هسحب الدواء واكتب دواء غيره جسم ما ينفعش، هكتب دوائين ما جابوش نتيجه، هكتب ثلاثه. الهدف من علاج الضغط ان ضغطي يبقى 120/80، مش ان انا اخد الدواء وانتهت المشكله. جايز يا ام محمد او يا سمر عواد الاسمين اللي قلنا، جايز جدا جدا الصداع لان ضغط مش مظبوط. وبعدين علاج الضغط عدم الانفعال مهم جدا يا سمر. الملح قلنا الملح ده العدو الاول والاخير لمريض الضغط. فانت قلتي كذا حاجه، قد يكون هذا الصداع اللي هو الصداع العنقودي نفسي، ده في ناس بيجي لها صداع لما تعرف ان عندها ضغط. هو ما كانش عنده صداع خالص، كان زي الفل وماشي كويس، راح كشف مره اتنين تلاته عندك ضغط، يبتدي يصدع. صداع نفسي، لان في ناس كتير معتقده ان الضغط يعني مرض خطير جدا،
يعني عمته جالها مثلا لا قدر الله شلل نصفي وكان عندها ضغط، عمه كان عنده مثلا فشل كلوي وكان عنده ضغط، فهو كل دول في مخه ساعة ما الضغط جه اطلاقا. الضغط بيتظبط بسهولة جدا جدا، مرض ما فيهوش مشكلة، لكن مرض لا رجعة فيه. خلي بالك من الكلمة، خلي بالك من الكلمة، مرض لا رجعة فيه. يعني مفيش حاجة اسمها انا خفيت، مفيش حاجة اسمها كده، انا هاخد دواء الضغط مدى الحياة، طلع زيادة شوية هزود الدواء، نزل شوية هقلل الجرعة، انما تحت عينيا. مريض الضغط ما يقولش انا خفيت مش هروح للدكتور تاني. فانت قلتي كذا حاجة، انت قلتي لابسة نظارة، قد تكون النظارة مش مظبوطة يا ام محمد، قد يكون الضغط هو السبب، وقد يكون صداع نفسي. كل ده انا انصحك روحي للدكتور وقولي له اللي انت قلتيه في الرساله، انا عندي ضغط وبلبس نظاره وعملت اشعه طلع ما فيش حاجه في المخ ولا حاجه في الجيوب. طبعا الجيوب الانفيه والحاجات اللي جوه الجمجمه من اشهر الحاجات اللي تعمل صداع، لكن معظم الصداع معظمه صداع نفسي، ما بقولش كله، معظم الصداع هو زعلان من الكلمة اللي أنا قلتها دي، أن مرض الضغط مرض لا رجعة فيه، هو زعلان من كده. طب أنا هسألك سؤال يا اللي مريض الضغط، أنا بنضارة أنا سليم؟ تقول لي مش فاهم السؤال، أقول لك أنا سليم زي أي واحد؟ أقول لك لا أنا مش سليم، أنا لابس نضارة. طيب أنا مريض؟ تقول لي ما اعتبركش مريض، الضغط كده. واحد لابس نظارة، واحد بياخد قرص عشان ضغطه بدل ما 160 على 100 يبقى 120 80، بدل ما 150 على 110 يبقى 120 80، وعايز تعرف تفاصيل اجمل بعد الفاصل بقى. مريض الضغط اوعى تحط نفسك في مجموعة المرضى، انت عندك حاجة بسيطة جدا جدا بنظبطها لك، بس بشرط تتظبط، بشرط تتظبط. مش هاخد القرص وخلاص، ما انا باخد دواء الضغط. طب ضغطك كام؟ يقول لك ما انا بقيس خلاص. لا مفيش حاجة اسمها كده. الصداع من اهم اعراض الضغط، لكن الصداع النفسي بيجي ساعات لما العيان يعرف ان عنده ضغط، وده صداع سخيف جدا جدا جدا. الابحاث هي كانت بتسال عن الدكتور، الابحاث بتاعت الضغط لا هدفين لا ثالث له. طلبت اشعه، طلبت رسم قلب، طلبت تحاليل، كلها لا هدفين لا ثالث له. الهدف الاول البحث عن سبب للضغط. ما احنا عندنا الضغط اتنين، ضغط اولي مالوش سبب. هو طبعا له سبب بس احنا ما نعرفوش. ما اكتشفوش العلم، فبيطلع الضغط ضغط اولي تمام. في ضغط ثانوي له سبب. الهدف من الابحاث اتنين، واحد ابحث عن سبب للضغط الثانوي، جاي الشريان كلى ضيق، جاي الشريان اورطة ضيق، جايز افراز الكورتيزون عالي، جايز افراز هرمون تاني، وهكذا. الهدف هدفين، الهدف الاول البحث عن سبب، الهدف الثاني البحث عن مضاعفات. هل حصل مضاعفات من الضغط ولا لا؟ دول اي دكتور انت بتروح له بيحطه في مخه حاجتين، وساعه ما يشوفك مريض ضغط هطلب لك حاجات عشان اعرف السبب، هطلب لك حاجات عشان اعرف فيه مضاعفات ولا لا. يعني كثيرا جدا تلاقي مريض ضغط والعين طلب له موجات صوتيه على القلب اللي هي اسمها ايكو. ليه؟ بيبحث عن هل في تضخم في البطين الايسر ولا لا؟ ايده ما جابتوش، والسماعه ما جابتش حاجه، الجا ليه؟ ببحث عن مضاعفات. يبقى ببحث بالابحاث اللي تتعمل لمريض ضغط كلها، اما بحثا عن سبب واما بحثا عن مضاعفات. ده الرساله دي من الرسائل المهمه. يعني هدى مصطفى، زوجي عمره 56 سنة أجرى عملية قلب مفتوح منذ شهرين وهو مريض سكر،
لكنه ضابط نفسه في الأكل وبياخد دواء السكر قرص واحد بعد الفطار 3 ملي، فهل يمكن أن يتوقف عن دواء السكر طالما أنه مظبط السكر بالأكل؟ آسف هدى مصطفى، آسف اوعي تفتح الموضوع ده تاني. مرضين لا رجعة فيهم، الضغط العمر كله والسكر العمر كله. أغير الجرعة بس مفيش حاجة اسمها وقف، ممكن جدا هتيجي لحظة من اللحظات أقول له طب بطل الدواء شوية كده بدل ما ننظم الأكل جدا وبتلعب رياضة، لكن هذا المريض عامل قلب مفتوح ما فيهوش إهمال ما فيهوش تجارب ما جربش معاه، ده قلب مفتوح السكر لازم يبقى مظبوط بالملي. فما فيش حاجة يا هدى اسمها نوقف دواء السكر. السكر مرض لا رجعة فيه. طيب علاج السكر ثلاث عناوين. العنوان الأول الأدوية، واللي هيختارها دكتور مش انت اللي هتختاري ولا زوجك، هيختار لك دواء معين، قد يختار انسولين ما نتكلمش، قد يختار دواء معين ما نتكلمش. نظام الأكل يا هدى مهم جدا جدا جدا. أنا في نظري أنا حسام موافي في نظري الدواء أهم من الأكل أهم من الدواء. ده في نظري، كتب كاتبة دايما الدواء الأول أهم، لكن أنا في نظري الأكل تنظيم الأكل ده رائع يخلي عيان سوبر. نمرة ثلاثة الرياضة. هنا بقى الرياضة دي هنحط عليها قوسين كده، لمدى زوجك عامل قلب مفتوح، وظائف القلب ايه انا معرفهاش، ما اقدرش اقول لك يمشي كل يوم ساعه، ما اقدرش من غير ما يتشاف هيروح لدكتور يشوف وظائف القلب، هل وظائف القلب سليمه وزيه زي اي واحد، هو عمل قلب مفتوح لتوصيل الشرايين لكن العضله سليمه يتحرك ويمشي كل يوم ساعه، العضله فيها مشكله نعالج المشكله الاول ثم اذا دي مؤجله. العنوان الثالث وهي الرياضه مؤجل شويه، ليه؟ لانه عامل قلب مفتوح، فمش كل واحد هنعامله زي التاني، كل عيان وحده قائمه بذاتها. ابو عياد نصير، في الشتاء حسيت ان قلبي وقف. يا راجل يا راجل تختشي. وبعد كده حصل سرعة في ضربات القلب لدرجة ان قلبي كان هيخرج من صدري، مع برد في الجسم وعرق بسيط وتنميل في الوجه. الدكتور قال لي ارتخاء في الصمام ولكن الحالة تتكرر وكان روحي بتنسحب، اظافر قلبي تطلع متأخرة بعد شهر، في برودة في الاطراف وفي ارتخاء، يعني بيتكلم عن ارتخاء الصمام المترالي وان قلبه توقف. طبعا ساعات كتير جدا جدا الواحد يحس ان قلبه توقف، ده شعور، لكن قلب توقف معناها ان الحياه انتهت. لو توقف بجد يعني بيني وبينكم كده اللي توقف، لا خلاص. انما ده ساعات احس كده، ساعات القلب يضرب ضربه زياده معايا، انا قلبي بيضرب كده، حقيقي ما يضربش كده، يضرب كده في ضربة زيادة. الضربة الزيادة بتبقى محتاجة دايما يحصل فيها راحة بعدها، يعني أنا المسافات بين الضربات اهي تم تم تم، ضربة زيادة مش تم تم بقى، أسكت شوية. السكوت ده بتاع القلب هو بيتهيأ له إن قلبه وقف، يعني خبطة زيادة وبعديها القلب بيرتاح. طبعا كل ده بنتكلم على جزء من الثانية، لكن هو بيحسه ان هو قلبه توقف، فده شعور ما يخوفكش. ولكن ما يدريك يا ابو اياد ان ده مش مرض خطير، ما يدريك. طب العلم حلها لنا، انا قلتها مليون مرة قبل كده في الحلقات كلها لو انت متابع، في جهاز اسمه هولتر بيتثبت على الجسم، هو زي الموبايل بالظبط كده، بيتحط في جيبك وبيرسم القلب، القلب بيدق بين 110 و120 الف دقه في اليوم بيسجله. لو القلب بيغلط، افرض انه يغلط وانت نايم ومش داري بيسجله، بيغلط وانت طالع السلم ومش حاسس بيسجله. احنا بنشوف ضربات قلبك يا اياد هل هي سليمه
ولا غير سليمة. في كثير من اخطاء كهربة القلب حميدة كتير، معظمها، معظم خلل كهربة القلبية معظمه حميد، لكن ما يدريك، انا ما اعرفش وما شفتكش وما شفتش الهولتر. الهولتر بيسجل، هيقول لك قلبك فعلا في دقة زيادة، قلبك بيفوت يعني بيخبط تك 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 ويفوت دقة ويبتدي تاني، يبقى في دقة وقعت. كل دي امراض معروفة جدا، ما تاخدش الامور بسهولة كده. هنعمل هولتر وهنشوف نوع خلل ضربات قلبك ايه، نوعه ايه، هل يحتاج علاج. مش بس كده، انت ما قلتش سنك كام سنة، لو انت فوق الستين او عند السبعين او كده جايز تحتاج منظم ضربات قلب، جايز تحتاج منظم ضربات قلب نحطه ونشغل قلبك بيه، لانه هو بيتوقف. في مرض اسمه مرض ادم، ادم ده اسم الخواجة، وستوك اسم الخواجة التاني، ده مرض معروف جدا ان ساعات القلب يتوقف فيه ويرجع يشتغل تاني، يتوقف ويشتغل والعين يقع من طوله ويدوخ. انت ما قلتش كده، لكن انش عرفني ان انت مش كده. خد الامور بجدية شوية. غالبا غالبا ما بقطعش ان سقوط الصمام او ارتخاء الصمام ملوش علاقة بالكلام ده، غالبا سقوط الصمام درجات كثيرة جدا، موجود بكثرة جدا 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 بالدرجات البسيطة التي لا نعيرها أهمية، لا نعيرها أي أهمية. في لعيبة كورة أسامي تخض عندهم سقوط صمام، أنا عارفهم عنده سقوط صمام، بيلعب كورة 90 دقيقة وبيجري وعنده تمرين مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات في الأسبوع، ده درجات خفيفة جدا. سقوط صمام، اسمع الكلمة دي اياد كويس، زي واحد مناخيره كبيرة، زي واحد مناخيره كبيرة شكله وحش لكن هو بيأدي الوظيفة، بيشم كويس وبينف زي وبيتنفس من مناخيره هو هو. لكن في درجات من سقوط الصمام بتعمل ارتجاع صمام، يعني يبقى السقوط مع ارتجاع، دي قصة تانية. سقوط فقط وخفيف مفيش اي مشكلة خالص. غالبا سقوط الصمام ملوش علاقة بخلل ضربات القلب، خلل ضربات القلب سيشخص بالهولتر، سقوط الصمام هنعمل له متابعة بالإيكو، الإيكو بيجيبه كويس جدا جدا جدا، نقدر نعمل متابعة كل أربعة أشهر نشوف هل هو بنفس الدرجة ولا اتغير. بس أنا أنصحك يا أبو أياد إنك تكشف بدقة، يعني تكشف كشف سليم. جد فؤاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، عندي 49 سنة، على فكرة أنا بحب جدا جدا اللي يبتدي بسنه، لأن السن بيفرق كتير جدا معانا، بيفرق كتير جدا. واحد بطنه بتوجعه سنه 17 سنة غير بطنه بتوجعه سنه 70 سنة، فرق كبير جدا. واحد بينهج وسنه 25 غير واحد بينهج سنه 80، فبتبسط جدا اللي يكتب سنه. سني 49 سنة وعندي ضغط عالي وعندي مشكلة في ظهري، ألم مستمر يبتدي من نص الظهر وينزل ويكمل الرسالة. 49 سنة، انت ما قلتش بقى انت مدخن ولا لا، ما قلتش عندك سكر ولا لا، ما قلتش أسرة سيئة السمعة في القلب ولا لا، انت قلت عندي ضغط بس، ما قلتش عندي كوليسترول عالي ولا لا. ألم في الظهر ناخده بحرص، مش شرط ألم الذبحة الصدرية يبقى في الصدر من هنا، ممكن يبقى في الظهر. فعشان كده يا جد فؤاد تكشف كويس، واذا الدكتور قال لك اعمل رسم بالمجهود بشرط يكون الالم بقاله مدة ما جاش اعمل، اذا قال لك نعمل اشعة مقطعية على الشريان التاجي اعمل. انما الام الظهر كثيرة جدا جدا، قد تكون الام عمود فقري مفيش اي مشكلة، قد تكون ألام عضلات حول العمود الفقري مفيش مشكلة، قد تكون تقلص مريء بيجي قدام يا ورا مفيش مشكلة، قد يكون الأورطة في مشكلة، تمدد شريان الأورطة يعمل نفس الآلام. فعشان كده يا جد فؤاد لازم ايه تكشف كويس. آلام ظهر مع مريض ضغط نقف. طبعا آلام الصدر وآلام الظهر عملنا لها حلقات كثيرة جدا جدا جدا،
فلا انا على فكره مش بقلقك يا جد فؤاد، بس انا عايز التقي معاكم بكره ان شاء الله.